إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن فيروس روتا. لقد كان فيروس الروتا على رأس قائمة أسباب الوفيات المرتبطة بالإسهال لدى الأطفال الصغار قبل التمكن من صنع لقاح فعال لهذا الفيروس. طبعا الأعراض الرئيسية للإصابة بفيروس روتا تشمل التقيؤ والإسهال المائي التي يمكن أن تجعل الأطفال يصابون بالجفاف بسرعة كبيرة. يوجد حاليا نوعان من اللقاحات المضادة لفيروس روتا للأطفال الرضع، كما تشير الدراسات إلى أن انخفاض حاد في عدد الحالات الجديدة بهذا الفيروس الذي بدأ يختفي من العالم. أيضا من الضروري استشارة الطبيب حول هذا المرض، لأن ممكن يسبب الموت فعلا، يعني بسبب درجة الحرارة، ارتفاع في درجة الحرارة وألم في البطن وامساك والتقيؤ الكثير طول الوقت. يعني ممكن الطفل ما يتحمل أي اضطرابات نفسية أو جسمية أو أي شيء، ممكن لا من الضروري مراعاة نفسيته وفي هذه الحالة تقريبا. يعني أتمنى أنكم استفدتوا بعض الأشياء البسيطة عن فيروس روتا. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.